السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عندنا شكل وعايزين نبدأ نقسمه، خلينا نرسم شكل مثلا وليكن مثلا بوكس بالشكل دوت. عايز أبدأ أقسم الشكل دوت بحيث ان انا مثلا حتى لما اجي اربطه بجدول الزمني ما ارتبطش كتلة واحدة، لا يبقى على اجزاء. فهلاقي هنا عندي في 3D سب ديفايد، روح معلم على الشكل والاقي الشكل ظهر عندي هنا، فبقول له قسمهولي لاتنين كولوم واتنين رو واللير. ممكن اقسمهم بطريقة اكتر لو انا عايز بالشكل دوت. هل انت عايز تقسمهم سلايس ولا يوزر؟ اليوزر ده يعني انت هتبدأ تحدد المسافة من هنا لهنا قد ايه بالشكل دوت بحيث تدي براح اكتر، ولا فري هاند تبدأ انت تتحدد مانيوال. تمام، لو انت عايز خلينا نقوله سلايز بحيث يبقوا كلهم قد بعض، واقول له اقفل. تمام، وخلينا ندوس سكيب. مجرد ان انا اجي اعمل سيلكت هتلاقي ان هو علم على الجزء ده بس، فانا اقدر اربط الجزء دوت بتاسك معين من دول، والجزء ده بتاسك تانية، والجزء ده بتاسك تالتة، وهكذا بحيث ان هو يظهر لي على مراحل. تمام، ممكن يكون مثلا في شكل معين انا جايبه عايز تقسم بحيث اقدر اتحكم فيه اكتر.